أحمد الله سبحانه وتعالى أثني عليه الذي سر هذه اللحظة التي عين فيها جلالة الملك الحكومة التي شرفني بترأسها، وأريد أن أهنئ شركائنا في الأغلبية الذين يعني رافقونا طيلة هذه 35 يوم التي تلت التعيين الأول بمدينة ميدلت بطريقة والحمد لله جد مشرفة، والتي اعتمدنا فيها الطريقة التشاركية والتي إن شاء الله الرحمن الرحيم سوف نستمر في اعتمادها. بطبيعة الحال كل هذا لم يكن ممكن لولا أن الشعب المغربي أعطانا ثقته وبوأنا الصدارة. نحن وإخواننا في الأغلبية يعني في انتخابات 25 نوفمبر، فشكرا له مرة أخرى. بطبيعة الحال اليوم هو يعني للمستقبل ولبداية العمل، والحمد لله نحن يعني نتوفر على إرادة حقيقية للإصلاح إن شاء الله الرحمن الرحيم، وسنكون واضحين مع المواطنين ونرجو منهم فقط أن يفهموا أن أي حكومة في العالم لا تستطيع أن تقوم بدورها إلا إذا كان الشعب معها، وإلا إذا كان معبئا بكافة طاقته في اتجاه الإصلاح. وهذا أعتقد أنه أمر يعم كافة المواطنين، وبطبيعة الحال نحن في حاجة إلى مزيد يعني من ترسيخ الثقة والشفافية والجاذبية لكل ما هو استثمار. الاستثمار كما لا يخفى عليكم هو يعني قاطرته الاقتصاد الوطني، ونحن يعني سوف نجتهد لكي يجد الاستثمار سواء الداخلي أو الخارجي في بلادنا إن شاء الله الرحمن الرحيم الأجواء المناسبة لكي يزدهر ولكي نكون أكثر تنافسية في هذا المجال. بطبيعة الحال حكومتنا سوف تظل وفية لكافة الالتزامات التي يعني عقدتها دولتنا، هذا بطبيعة الحال من وفائنا لمبادئنا ولقيامنا التي عملنا عليها دائما، وسوف نعزز الشركات الموجودة وسوف نجتهد في بناء شركات جديدة تعزيز مكانة المملكة في محيطها المغاربي والعربي والإفريقي والدولي، حتى إن شاء الله الرحمن الرحيم تكون في المكان التي كانت فيه دائما التي تستحقه. وأخيرا فإن الأغلبية الحكومية الحالية بصدد وضع اللمسة الأخيرة على البرنامج الحكومي. اليوم بطبيعة الحال قبل الانتخابات كان لكل حزب منا برنامجه، اليوم سوف يكون عندنا برنامج حكومي اجتهدنا عليه منذ المرحلة الأولى، منذ أول يوم كان فيه التعيين في ميدلت، ولكن لا شك أن الآن الوزراء المعينون قبل جلالة الملك سوف كل واحد منهم يجتهد لكي يعني يجعل هذا البرنامج يعني منسجما مع يعني طموحاته وإرادته في إطار هذه الإرادة الجماعية لأحزاب أغلبية. وفي النهاية لا يبقى لنا إلا أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التوفيق وأن يحفظ بلدنا وأن يوفق ملكنا لما يحب ويرضى. والسلام عليكم.